بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، معشر الصائمين، فهذا هو مجلسنا 23 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في منتصف شهر رمضان سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعقد هذا المجلس في كل ليلة من ليالي الجمعة، نستقبل بها هذه الليلة الكريمة المباركة بمجلس في رحاب بيت الله، نستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. نرجو بركة هذا اليوم وليلته، ونصيب من المغانم والحسنات والبركات بقدر ما يكتب لأحدنا من كثرة الصلاة والسلام على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام في تعداد زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فصل عقد له المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرى سرد أسمائهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، وذكر بعض ما يتعلق من الفوائد والمسائل ببعض الأسماء التي مرت في ذلك التعداد. فلما تم الفصل، ها نحن في مجلس الليلة في ذكر السرار الجوار والإماء اللاتي كن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الموالي والخدم. ذكر هؤلاء هو جزء من الحديث عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن موالي الإنسان في حكم أهل بيته، والخدم ومن يكون أيضاً في شأن البيت تردداً ودخولاً وقياماً على أمر صاحب البيت، هم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يكون لبعضهم من الشأن العظيم ما حفظ له التاريخ والسيرة النبوية ذكراً حافلاً أو شأناً كبيراً، بعضهم كذلك وبعضهم دون ذلك، وذكر أسمائهم وسردها ومعرفتها هو في مزيد من القرب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك عبد الله، إن أردت أن تحقق في حياتك معرفة أتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت محتاج لأن تكون أكثر حباً وأشد قرباً من حياة وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رصد أهل العلم رضوان الله عليهم بدءاً من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في الأمة من أهل العلم إلى يوم الناس هذا، حفظوا ورصدوا ورووا كل تفاصيل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مقتنيات البيت، الفراش واللحاف والمشط والإداوة والقربة وسائر مقتنياته صلى الله عليه وسلم، مع أنها في ذاتها لا يتعلق ببعضها أحكام تخصنا أمة الإسلام. يعني فماذا عليك لو عرفت كيف كان شكل فراشه ونعله وكحله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا شيء سوى ذلك الأمر العظيم. أن تحبه أكثر عليه الصلاة والسلام يعني أن تعرفه أكثر، وكلما اقتربت من تفاصيل سيرة حياته وبيته وأهل بيته وما يتعلق بكل شؤون حياته صلوات الله وسلامه عليه، فأنت واقف على باب تغترف منه معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودك إلى حب أكمل له عليه الصلاة والسلام. وإذا وفقك الله
فنجحت في غرس هذه المحبة في فؤادك لنبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتهنأ بعد ذلك بما يفتح لك من أبواب طاعته واتباع سنته والحرص على أن تكون من أوائل المتبعين لها والرافعين لرايتها، جعلني الله وإياكم جميعا من أهلها. هذا فصل في سرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهن الإماء والجواري اللاتي تسرى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتسري أن يطأ الرجل جاريته بملك اليمين، فإن المباح في شريعة الإسلام في النكاح والوطء للرجال صنفان: نكاح الزوجات بعقد نكاح ومهر يدفع، فهي زوجة لها حقوق وعليها واجبات. والنوع الآخر هو الوطء والنكاح بملك اليمين، جارية تكون في ملك الرجل فيجوز له وطؤها بما أباح الله عز وجل لها. حددت النساء والزوجات في النكاح في الإسلام بأربع، ولا حد لهن في الإماء، وهذان الصنفان مذكوران في القرآن الكريم في آيتي المؤمنون والمعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل كان لنبينا عليه الصلاة والسلام جواري وهل تسرى بهن؟ هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. أربع من النساء كن إماء جواري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى بهن. أما أشهرهن فهي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مارية القبطية، مارية بنت شمعون التي أهداها له المقوقس حاكم مصر لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الكتب والخطابات لدعوة الإسلام إلى الملوك والعظماء والرؤساء آنذاك. كان ممن خاطبه بالإسلام وأرسل إليه يدعوه صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى المقوقس حاكم مصر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الرسالة والخطاب بالدعوة إلى الإسلام إلى هناك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان ذلك في سنة 70 من الهجرة، وقد أتى مصر فاستقبله المقوقس واستقبل الخطاب، ثم بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الهدايا، كان فيهن بعض الجواري وبغلة يركبها وبعض المتاع الذي بعث به إهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مارية بنت شمعون جزء من الهدايا التي بعث بها المقوقس حاكم مصر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعث معها أختها سيرين. فلما استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مارية وأهدى سيرين لشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه فكانت عنده. فمارية القبطية أمة وجارية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرض عليها الإسلام فأسلمت، فما وطئها إلا مسلمة رضي الله عنها، وهي التي أنجبت لنبينا عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم، وكان ذلك في أواخر السنة 8 من الهجرة في ذي الحجة. وتعلمون أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبث أن مات بعد سنة وبضعة أشهر، قيل سنة وستة أشهر وقيل دون ذلك، في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. فكانت بذلك مارية أم أحد أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هي زوجة؟ لا، ليست زوجة،
هل هي من أمهات المؤمنين؟ بعض أهل العلم يعدها كذلك لأنها أنجبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولتذكروا أن كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وحدها دون سائر أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية رضي الله عنها، ولهذا قال المصنف مارية وهي أم ولده إبراهيم. أما الثانية من الإماء والجواري التي تسرى بهن نبينا عليه الصلاة والسلام فهي ريحانة التي تقدمت في الزوجات، ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرظية على خلاف هل هي من بني النضير أو من بني قريظة، وقعت في السبي. فإذا كانت سبيا إذن فهي جارية، لكن الخلافة هل أعتقها وتزوجها كما حصل مع صفية رضي الله عنها، أو بقيت جارية وطئها بملك اليمين؟ تقدم في درس الجمعة الماضية الخلاف في المسألة، وأن بعض الآئمة كالواقدي والدمياطي رجحوا أنها زوجة، ولهذا يعدونها في الزوجات. والصحيح الذي عليه الأكثر كما قال المصنف رحمه الله أنها كانت أمة يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معدودة في السراري والإماء والجواري لا في الزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أما الثالثة فجارية أخرى أصابها في بعض السبي، مختلف في تسميتها وبعضهم لم يورد لها اسما بعينه. والرابعة جارية وهبتها له زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. أربع من الإماء عرفن في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المشهور منهما ثنتان مارية وريحانة. ومارية وريحانة معدودات في النساء اللاتي كان يجمع النبي عليه الصلاة والسلام لهن القسم في الوطء مع زوجاته، فإنه مات عن تسع زوجات، ذلك أن خديجة توفيت بمكة رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة أيضا توفيت بعد زواجها بنحو شهرين أو ثلاثة، فبقي من الإحدى عشرة امرأة تسع. فإذا أضفت إليها مارية وريحانة صار الموضوع المجموع إحدى عشرة، هي اللاتي هن اللاتي قال عنهن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. فهن المقصودات تسع زوجات وثنتان من الإماء رضي الله عنهن جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل في الموالي، والمقصود بالموالي الأرقاء الذين أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح ولاؤهم له عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له مولى، يعني ولاؤه بالعتق للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: كيف وقع هؤلاء أسرى أو رقيقا في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إما إهداء يهدى له كما حصل في مارية التي أهداها له المقوقس، أو يكون ذلك بشراء يشتريه رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله أن الرقيق في الإسلام إنما هو إقرار لأمر كان موجودا قبل الإسلام، وجود الرق ووجود البيع والشراء فيهم، فجاء الإسلام فتعامل مع واقع كان موجودا مع حرص شديد على العتق والتشوف إليه والترغيب فيه. أما نبيكم عليه الصلاة والسلام فكان إذا اشترى عبدا إنما يشتريه ليعتقه، لا يشتريه ليتملكه ولا ليستكثر من الخدم والعبيد الذين يكونون تحت يده أو في بيته أو في حاشيته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الفصل في ذكر أسماء أولئك من الصحب الكرام رضي الله عنهم الذين كان أحدهم عبدا رقيقا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من مواليه. هؤلاء الأرقاء الذين ستسمعون أسماءهم متعددون، بعضهم يعدهم حتى العشرين والثلاثين أو أكثر. اعلم رحمك الله كما يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هؤلاء الموالي
لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل شخص منهم في وقت، بمعنى أنك لو سمعت الآن من أسمائهم زيد وأسلم وأبو رافع وثوبان وشقران ورباح ويسار ومدعب وكركرة وغيرهم كثيرون، فتقول كم كان عددهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، ما كانوا مجتمعين، لكن لو جئت تجمعهم وتحصيهم في فترة سيرته عليه الصلاة والسلام اجتمع ذلك العدد في نظرك، وإلا فهم ما كانوا موجودون ما كانوا موجودين في وقت واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قلما يحتفظ بالرقيق عليه الصلاة والسلام، يسارع إلى العتق، بل ربما اشتراه ليعتقه كما تقدم. طيب، وإذا اعتقهم، كان أحدهم إذا عتق وأصبح من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى بقربه صلى الله عليه وسلم خادما، وقد أصبح حرا، لكنه الشرف بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا معه في غزواته يحمل متاعه، وذاك يقرب له وضوءه، والثالث يختص بخدمته، والرابع والخامس، فكانوا قريبين في حياتهم حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم. فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة. إذا ذكر الموالي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، الأمير المجاهد الشهيد رضي الله عنه، الذي كان يقال له في فترة من الفترات ولا ينادى إلا بزيد بن محمد، كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة بن شراحيل المذكور اسمه في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوحيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر اسمه في كتاب الله صريحا، وهذه منقبة له رضي الله عنه. بلغ من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة، فكان لا يكاد يقدم عليه أحدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة في سنن النسائي: كان لا يبعث جيشا قط فيه زيد إلا أمره عليهم. تقول رضي الله عنها: ولو بقي بعده لاستخلفه، لو بقي حيا لجعله النبي عليه الصلاة والسلام خليفة من بعده، لعظم مكانة زيد في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ابنه أسامة فهو أيضا الحبيب ابن الحبيب، هو الحب ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يحبه حبا جما صلوات الله وسلامه عليه. زيد هذا هو الذي تقدم ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه زينب بنت جحش، ثم طلقها زيد بأمر الله عز وجل، فتزوجها بعده رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله، وهو إبطال ما كانت تعتقده الجاهلية أن زوجة الابن بالتبني في حكم زوجة الابن من الصلب فيحرمونها، فجاء الإسلام ونفى هذا، نفى التبني أولا، قال: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. في نفس السورة نزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا أبا زيد ولا غيره، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فلما أبطل الإسلام عادة التبني ونسبة الولد إلى غير أبيه، جاء مشرعا لجواز أن يتزوج زوجة ذلك الابن بالتبني، فلحكمة أرادها الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. زيد له سيرة حافلة رضي الله عنه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أحد أمراء غزوة مؤتة، غزوة الأمراء، غزوة الشهداء، بل كان الأمير الأول
فلما استشهد رضي الله عنه تولى بعده جعفر فعبد الله ابن رواحة فخالد ابن الوليد رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه. أعتقه، إذن كيف وقع في يده؟ اشترته خديجة رضي الله عنها بمكة ثم وهبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه معروضاً في السوق يباع أعجبه، فعرض على خديجة شراءه فاشترته. فلما اشترته قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عندي لأعتقته. فقالت خديجة رضي الله عنها: هو لك. فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي زيد في صحبتي بل في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يذكر أوائل المسلمين من الصحابة بمكة لما بدأ الإسلام وانشق فجر النبوة، فزيد في رأس القائمة. فإذا قيل: من أسلم أولا، هو أو أبو بكر؟ فيقال: إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد، حتى يبقى له أولويته، ولئلا يقال أهو قبل أبي بكر أم أبو بكر قبله. فيقال: أول من أسلم من النساء خديجة، من الرجال أبو بكر، من الموالي زيد، من الصبيان علي رضي الله عنهم جميعا. فإذا صاحب سابقة في الإسلام وصاحب مكانة وحب عظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الموالي كان زيد رضي الله عنه على رأسهم. قال: أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. أم أيمن سيأتي ذكرها في النساء من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمها بركة، امرأة حبشية صحابية جليلة رضي الله عنها، كانت تخدمه عليه الصلاة والسلام. فلما زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيدا أم أيمن ولدت له أسامة الذي تقدم ذكره، الحب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السيرة والأخبار أن زيد بن حارثة لما كان ينادى بزيد بن محمد وقع أهله عليه بمكة وعرفوه، فطلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهم، فخيره فاختار زيد البقاء في صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن يعود مع والده وإخوته إلى ديارهم وأرضهم بعدما أشرقت نفسه بالنبوة وأكرمه الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي. نوبي يعني من بلاد النوبة بأرض الحبشة. نعم. ويسار نوبي أيضا وهو قتيل العرنيين، ومدعم وكركرة، وكركرة نوبي أيضا. وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. هذه مجموعة أسماء. أسلم من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو رافع، هل أبو رافع هو أسلم وأبو رافع كنيته؟ هكذا يقال، ويقال بل أبو رافع له اسم غير هذا، وهما اثنان: أسلم مولى وأبو رافع مولى. أبو رافع وهبه له العباس عمه عليه الصلاة والسلام. وثوبان أيضا يروي له في السنة بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو كبشة سليم، وسماه أبو نعيم في معرفة الصحابة أوس. وشقران واسمه صالح. هذه مجموعة أسماء لموالي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم أيضا من النوبيين رباح ويسار وكركرة. هؤلاء مجموعة من الموالي من بلاد النوبة كانوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يسار قتيل العرنيين، ذلك أن قصة بني عرينة لما قدموا المدينة وقد أصابهم المرض، فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل التي كانت بأطراف المدينة ترعى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليها من مواليه يسار النوبي. فلما أتوا هناك وشربوا من أبوال الإبل وألبانها صحوا، وذهب عنهم السقم والمرض والداء، فعدوا ظلما وعدوانا على المواشي،
فسرقوها وعلى مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقتلوه، واستاقوا معهم الغنم والإبل سارقين لها. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في إثرهم فأتي بهم فعاقبهم أشد العقوبة جزاء ما فعلوا من الغدر والخيانة بعد الإكرام الذي كان لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله يسار قتيل العرنيين. قال: ومدعم وكركرة نوبي أيضا وكان على ثقله. المقصود بالثقل متاع الإنسان في السفر، يقال له الثقل. فكان هناك شخص مسؤول عن متاع وأغراض رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر، كان يتولى ذلك كركرة. قال: وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. نعم. قال: وكركرة نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل شملة ذلك اليوم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم. أحد موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعت له هذه الواقعة، وهو أنه غل شملة من الغنيمة يوم خيبر. الشملة كساء من قطيفة، قماش، قطعة قماش من قطيف، وغلها يعني أخذها قبل أن تقسم الغنائم، هذا من الغلول، أخذ مال الغنيمة قبل قسمتها، أن يستأثر بها المرء لنفسه قليلا كان أو كثيرا. جاء التحذير في الشريعة من الغلول، وأنه مما يحبط العمل ويوجب لصاحبه النار والعياذ بالله. وفي سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحد هؤلاء الموالي حصل أن أخذ شملة من الغنيمة يوم خيبر، أخذها يعني غلها، أخذها من غير أن تقسم له، فهذا غلول. هل كان هذا المولى هو كركرة أو كان مدعم؟ قال المصنف رحمه الله: في صحيح البخاري أنه كركرة، وفي الموطأ أنه مدعم. والذي في صحيح البخاري كما أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الذي غل الشملة هو مدعم، فاتفقت رواية البخاري مع رواية مالك في الموطأ أن مدعم هو صاحب القصة الذي مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لتلتهب عليه نارا، في الوعيد الذي يصيب من يغل من الغنيمة قبل قسمة الإمام. أما الذي أشار إليه المصنف رحمه الله من أنه كركرة فلعله وهم، لأن كركرة حصل له قصة أخرى غل عباءة، وقد أخرجها البخاري أيضا في صحيحه في باب القليل من الغلول، وفيه أنه كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فمات. والمقصود أن هؤلاء كانوا ممن يرافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في أسفاره وفي غزواته ويقومون على متاعه، وحصل لبعضهم هذه القصة التي أخرجها الشيخان. كركرة بكسر الكافين، ويذكر أيضا في ضبطه بالفتح، صحيح أيضا، فتقول كركرة، ضبطان يذكرهما العلماء لاسمه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم أنجشة الحادي. أنجشة المولى الحبشي ذو الصوت الندي الذي كان يحدو لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أسفاره، يحدو يعني ينشد بصوته العذب بعض الأشعار، وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير يا أنجشة، لأن صوته العذب كان يبلغ النساء، فكان ربما أثر فيهن فقال رفقا، يعني أن يتلطف فيما كان ينشد. فهذا أنجشة أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسفينة بن فروخ واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة. قال أبو حاتم: أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: أعتقته أم سلمة. مهران ابن فروخ أحد موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه مهران، ولقبه الذي اشتهر به سفينة.
قال: سماه النبي عليه الصلاة والسلام سفينة، لأنه كان إذا رافقهم في السفر يأتون فيحملون عليه متاعهم فيحملها، ويطيق ذلك رضي الله عنه بلا كلل ولا ملل، فربما اجتمع فوقه من الحمل شيء كثير، فأعجب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: أنت سفينة، يعني كالسفينة التي تحمل فوقها المتاع وتبحر وهي راسية ولا تجد صعوبة أو مشقة. قال له: أنت سفينة. والحديث أخرجه أحمد وغيره وإسناده حسن وصححه الحاكم. فلذلك اشتهر بهذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت سفينة. قيل، وهو الراجح، أن سفينة هذا مهران بن فروخ هو مولى أم سلمة، فكان عندها، وأم سلمة أعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لو لم تشترطي علي ما فارقته، يعني أنا لا أحتاج إلى هذا الشرط، بقي في خدمته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الذي أعتقه أم سلمة يكون ولاؤه لمن؟ لأم سلمة رضي الله عنها. فها هنا خلاف في الرواية، فإذا ثبت وهو الراجح أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقته، فيكون من مواليها لا من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي ذكره المصنف قولا، قال أبو حاتم: أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن تكون أم سلمة رضي الله عنها أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه، فيكون عندئذ من موالي المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم أنسة ويكنى أبا مسروح وأفلح وعبيد وطهمان، قيل وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان، وقيل هذا اختلاف في اسم طهمان، والله أعلم. هذا خلاف، هل هؤلاء أشخاص متعددون أم هو واحد؟ كيسان وذكوان ومهران ومروان، قيل هو اختلاف في اسم طهمان فذكر أكثر من اسم له، وقيل بل هم أشخاص متعددون، والله أعلم. ومنهم أنسة ويكنى أبا مسروح، ويقال أيضا في كنيته أبو مسرح، وضبط هكذا بالضبطين في كتب معرفة الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم حنين وسندر وفضالة اليماني ومأبور خصي وواقد وأبو واقد وهشام وأبو عسيب وأبو مويهبة. هذه أيضا من أسماء الموالي، حنين وسندر وفضالة يماني، يعني من أهل اليمن، ومأبور خصي، والمقصود بالخصي أنه مجبوب الذكر مقطوع الخصيتين، فكان ممن يجوز دخوله على النساء لأنه لا شهوة له، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو عسيب وأبو مويهبة، جملة أسماء. وذكر بعض من كتب في السير وفي ذكر أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء عدة آخرين، قيل منهم هرمز كان لسعيد بن العاص وأبو رافع والد البهي بن أبي رافع، وقيل أيضا من أسماء موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد منهم من يقال له راشد وأبو أثلة أو أبو أثيلة وأبو كبشة، تقدم ذكر اسمه. ورباح كان ممن يقف للإذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو السمح قيل اسمه إياد ظل فلا يدرى أين مات، وأبو مويهبة كما ذكره المصنف هنا. قيل ومنهم أفلج ومأبور كما تقدم ذكره، وعبيدة وأبو واقد وسندر وسعيد وأبو عسيب واسمه أحمر، وقيل أيضا منهم من يقال له أبو لبابة وأبو لقيط ومهران وقد تقدم ذكر اسمه. كل هؤلاء يذكر بعضهم في موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم عبيد الله بن أسلم ونبيه وهشام ووردان، عدد من الموالي يتوسع بعض أهل العلم في ذكرهم وتعداد أسمائهم ولا يضبط لهم عدد، لأن الأمر كما قال الإمام النووي رحمه الله لم يكونوا مجتمعين في وقت واحد، بل ربما وقع أحدهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأعتقه من يومه فيصبح من الموالي، ولا يكاد يضبط أسماؤهم ربما لكثرتهم، والله أعلم بالصواب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن النساء سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وربيحة، وأم بميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية وريحانة. نعم، أما مارية وريحانة فقد تقدم ذكرهما في ذكر السراري والجواري والإماء اللاتي تسرى بهن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل إنه أعتقها فتكون من الموالي وإن كانت أمة. ويقال أيضا من النساء إذا ذكر الموالي فإنه يأتي على رأسهم أم أيمن بركة الحبشية التي تقدم ذكرها قبل قليل، وقد زوجها رسولنا عليه الصلاة والسلام لحبه زيد بن حارثة، فهي أيضا من أشهر موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم أيمن هذه هي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فوجداها تبكي فسألاها فقالت إنها تبكي لانقطاع الوحي الذي كان ينزل من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم سلمى أم رافع، كانت ربما قامت على بعض ما يتعلق بطبخ طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وربيحة، وأم ضميرة، وميمونة بنت أبي عسيب. قيل وأيضا منهن أم عياش وأميمة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيصر قبطية قيل إنها أهديت له مع مارية جاريته، وسيرين التي أهداها لحسان بن ثابت، قيل إنه أهدى قيصر أخت مارية إلى أبي جهم بن حذيفة، وقيل غيرهن رضي الله عنهن جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك. الخدام، ما الفرق بين الموالي والخدم؟ ما الفرق بين الموالي والخدم؟ نعم، الخدام أحرار، الخدام أحرار، رجال أحرار، ليسوا موالي، ولا وقع عليهم رق ولا حصل لهم عتق، فهم رجال أحرار، لكنهم تشرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن أن تقول إن الذي تشرف من الصحابة بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته صنفان: الموالي وبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. لما ذكر الموالي رجالا ونساء قال: هذا فصل في خدام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليسوا موالي إذن، هم رجال أحرار تشرفوا بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والقيام على خدمته. نعم. قال: فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه. هذا أول من يذكر في من قام بخدمته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أمه أتت به صغيرا رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة، فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على خدمته، فتشرف بذلك في صحبته 10 سنوات بقاء رسولنا عليه الصلاة والسلام في المدينة، بقي خادما للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أنس صبي صغير لكنه فطن حاذق نبيه، كان محل ثقة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدخل عليه البيت ويتردد على الحجرات، ويبعثه عليه الصلاة والسلام في حوائجه، يعني يبعثه في حاجة ليشتري شيئا أو يأتي أو يذهب، أو يبعثه لمهمة بين بيوت أصحابه رضي الله عنهم جميعا. أنس معدود في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لشدة قربه منه ولشدة خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعامة مرويات أحاديث الشمائل المتعلقة بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف هيئته وخلقته وشعره ولحيته وطيبه وخضابه، عامتها يرويها أنس رضي الله عنه لما كان له من القرب الشديد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه. إيش معنى صاحب النعل والسواك؟ عبد الله بن مسعود الفقيه الصحابي الجليل الحافظ وقارئ القرآن
أحد الصحابة الكبار علما وفقها وإمامة، كان في مقدمة الصحابة في العلم والديانة والقرآن والفقه رضي الله عنه، ومع ذلك كان من كبارهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحمل النعل والسواك، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقام ألبسه إياهما، وإذا جلس أخذ النعلين فجعلهما في ذراعيه حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام قرب إليه النعلين، ويحمل له السواك، فإذا جاء يتوضأ أعطاه وناوله إياه، ثم يأخذه يحفظه له. قد ترى هذا شيئاً صغيراً، القيام على شأن النعل والسواك، لكنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يتسابقون في أي باب يدخلون منه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حباً وصحبةً وخدمةً وتشرفاً بكل ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار. أما عقبة فكان المختص بقيادة بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، يمسك بخطامها ويمشي بها بين يديه عليه الصلاة والسلام في الأسفار، يجعلها تقود الطريق ويرعى أمرها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته. صاحب الراحلة يعني المسؤول عن ناقته عليه الصلاة والسلام، أو فرسه إذا كان يركب الفرس، فصاحب الراحلة الذي يعتني بتجهيزها والذي يربطها أو يعقلها إن كانت بعيراً، فإذا جهزها رحلها وهيأها، يقوم على العناية بطعامها وسقياها، فيكون مسؤولاً عن أمر الراحلة، فإذا أرادها النبي عليه الصلاة والسلام جهزها له، وإذا اعتنى بها في السفر كان قائماً على أمرها. أما ترى كيف كان هؤلاء؟ هذا يهتم بنعله وسواكه، وهذا بوضوئه، وهذا ببغلته، وهذا براحلته في الأسفار رضي الله عنهم جميعاً. قال: وبلال بن رباح المؤذن. أما بلال فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرف الأذان في الإسلام باسم بلال رضي الله عنه. كيف يعد من الخدم؟ نعم، لأن المؤذن مع الإمام من أقرب الناس إليه، يأمره بالأذان وبإقامة الصلاة. وبلال رضي الله عنه كان يأتي فجرا يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنه للقيام إلى الصلاة، فيأمره بالأذان أو يأمره بالإقامة، فعد من خدمه عليه الصلاة والسلام. قال: وسعد. قال: وبلال بن رباح المؤذن وسعد مولايا أبي بكر. يعني كل من بلال وسعد من موالي أبي بكر، فبلال في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أعتقه بمكة لما أسلم، واشتد عليه أذى قريش، فاشتراه أبو بكر وأعتقه ليكون في ميزان حسناته رضي الله عنه. وكذلك سعد أيضا مولى أبي بكر الصديق، كلاهما كما قال المصنف مولايا أبي بكر. قال: وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن مولايا النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن بركة الحبشي التي تقدم ذكرها قبل قليل. وكان أيمن على مطهرته وحاجته، يعني قائما على أمر الإناء الذي يحمل فيه طهور رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاجته، إذا قضى الحاجة مشى معه بالإناء الذي يتطهر منه صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء جملة من خدمه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا حصرا لهم، لكن من أشهرهم من سمعت: أنس وابن مسعود وعقبة وأسلع وبلال المؤذن وأبو ذر الغفاري، كانوا يتشرفون بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الخدم أيضا ربيعة ابن كعب الأسلمي، الذي كان يختص بإحضار ماء الوضوء في قيام الليل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ظفر بتلك البشارة، قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليل بوضوئه، فقال: سلني حاجتك يا ربيعة. فقال رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
ظفر عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، بهذا الباب العظيم الذي كان يقوم به على خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذكر أيضاً في الخدم أبو الخمراء، وقيل اسمه هلال بن الحارث، وقيل هلال بن ظفر، ومنهم أيضاً ذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، وربما قيل في اسمه ذو مخبر، ومنهم أيضاً بكير أو بكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، ومنهم أيضاً عدد يذكرهم بعضهم في اسم في أسماء من تشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أيضاً الأسود بن مالك الأسدي اليماني، وأخوه الحدرجان بن مالك وجزء من الحدرجان، ذكرهم بعض من كتب في الصحابة كالإمام الحافظ ابن منده، وعدد منهم كانوا ربما تشرفوا بالقيام على باب رسول الله عليه الصلاة والسلام لخدمته. وإذا ذكر ذلك فأبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان من جملة من كان يمشي معه عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل الحائط أو البستان وقف على بابه يحرسه ويأذن بالدخول لمن يأذن له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى رحمه الله من ذكر الزوجات ثم ذكر الإماء والسراري ثم ذكر الموالي ثم ذكر الخدم، انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالكتاب؟ الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا واحداً أو اثنين، بل كانوا عدة من الصحابة، وهذه أيضاً مهمة جليلة ووظيفة شريفة. ما كانوا يكتبون الوحي فقط، لا، بل كانوا يكتبون الخطابات والكتب التي يبعثها عليه الصلاة والسلام إلى غيره من الرؤساء والعظماء والأمراء، فكانوا يكتبون الوحي والخطابات والكتب لربينا عليه الصلاة والسلام. نرجئ هذا الفصل لأن المصنف رحمه الله أتبعه بذكر الكتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها، وذكر رسله وكتبه إلى الملوك في فصول متتابعة نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. تقبل ليلتكم ليلة الجمعة معشر الصائمين، ويقبل عليها خير عظيم من رب كريم. ليلة الجمعة التي خصت من بين الليالي كما خص يوم الجمعة بالشرف والفضيلة والكرامة، فيها الحسنات والخيرات والبركات، فيها ساعة الإجابة، فيها الرحمات التي تتنزل من رب البريات. ومن أعظم من يستمطر رحمات الجمعة أولئك المتسابقون في الصلاة والسلام على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. تدري لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فإذا صليت عشرا صلى عليك ربك عليك مئة، وإذا صليت مئة صلى عليك ألفا، وهكذا. هذه الصلوات من الله هي الرحمات التي تغشاك عبد الله. فمن أراد أن يبحر في رحمات الله في هذا اليوم الفضيل والليلة المباركة، فعليه بيوم الجمعة وليلتها كثرة صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يصيب بذلك الخير العظيم والأجر الكريم وصلوات رب العالمين من فوق سبع سماوات. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقا إليك نعانق الأشواق. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، واجعلنا يا رب من العالمين بسنته العاملين بها. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تعجل بالفرج والنصر والتمكين لإخوتنا في الأقصى المبارك. اللهم عليك ببني صهيون فإنهم لا يعجزونك، رباه إنهم قد طغوا وبغوا وأمعنوا في العداء، فأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب من فوق رؤوسهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فكن يا رب لإخوتنا المسلمين من الرجال والنساء والولدان المستضعفين كلهم عوناً ونصيراً وحافظاً وظهيراً، واحفظنا يا رب وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل يا رب منا الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.